أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، اللهم آمين. نحن بجوار قبر الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في المقبرة الإسلامية التي هي بجانب سور المسجد الأقصى. قبر عبادة بن الصامت الصحابي الجليل، الصحابي البدري الذي شهد بدرا وشهد العقبة وكان نقيبا يوم العقبة رضي الله عنه، والذي يروي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الآن مسجى في هذا القبر رضي الله عنه وأرضاه، وجعل قبره يعني روضة من رياض الجنة، وجمعنا به وبصاحبه صلى الله عليه وسلم وبأصحابه أجمعين في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث، من أحاديث التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله وابن أمته، وروح منه ألقاها إلى مريم الطاهرة البتول، وأن الجنة حق وأن النار حق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا من أحاديثه رضي الله عنه. ومن أحاديثه رضي الله عنه الحديث الذي يرويه، يقول حكاية عن بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في يوم العقبة، قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا ولا تسرقوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، فمن وفى فأجره على الله، ومن ترك من ذلك شيئا فهو إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. هذه بعض حديثه رضي الله عنه. هذا قبر عبادة بن الصامت رضي الله عنه، هذا سور المسجد الأقصى، وهذه سورة المقبرة الإسلامية في هذا المكان.